بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في شرح خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حول جوامع التوحيد. في هذه الخطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين جوانب مختلفة في مسألة التوحيد، والتي ضل فيها كثيرون، وقد نسب بعض الناس إليه عليه السلام ما لم يقله، فوضعوا كلاما نسبوه إليه تأييدا لمذاهبهم الباطلة فالامام الصادق عليه الصلاه والسلام يروي هذه الخطبه عن جده امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لبيان التوحيد الحق ولبيان ما قاله عليه السلام في هذه المساله في الحلقه الماضيه شرحنا شطرا من هذه الخطبه وها نحن الان نبدا في شرح جانب اخر من هذه الخطبه، يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام: الممتنعه من الصفات ذاته، ومن الابصار رؤيته، ومن الاوهام الاحاطه به، الى اخر الخطبه الخطبه، وسنشرح المقاطع الاخرى في هذه الحلقه وفي حلقات قادمه. الممتنعه من الصفات ذاته. سبحانه وتعالى عما يصفون الوصف في القرآن في ثلاثة عشرة أو أربعة عشرة آية الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة الوصف وهذه الكلمة مذكورة في القرآن في موارد الذم حينما نسبوا إلى الله الزوجة، أو نسبوا له الولد، أو نسبوا له أباطيل. فهذه آيات تنزه الرب سبحانه وتعالى عن هذه الأوصاف، الوصف بالولد، الزوجة، بالأحكام التي لم تصدر منه. وكذلك في مورد آخر يعقوب عليه الصلاه والسلام ينسب الوصف الى اولاده والمراد به ما يقولونه من الكذب والله اعلم بما تصفون. فاذا كلمه الوصف استعمالها القراني في الموارد السلبيه ولعل امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في هذه الخطبه حينما يقول الممتنعه من الصفات ذاته يشير الى هذه الايات الشريفه يعني ذات الله سبحانه وتعالى منزهه من ان يكون له ولد او يكون له صاحبه او انه او ان يصدر احكاما قبيحه الله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك منزه عن ذلك لانه القديم الذي لا يحتاج الى شيء لماذا الناس يتزوجون لحاجتهم الى الزواج لحاجتهم الى الامتداد في الوجود عبر الذريه لحاجتهم الى الاعوان فتكون ذريتهم اعوانا لهم لوجود الغريزه الجنسيه فهناك حاجه جسميه حاجه نفسيه لتسكنوا اليها فلذلك الانسان يتزوج والله سبحانه وتعالى لا يحتاج ما هو الولد؟ الولد بمعنى انفصال قطعه من الاب وتحول تلك القطعه الى انسان اخر وهل الله سبحانه وتعالى ذو اجزاء بحيث انه يعقل انفصال جزء منه ليكون ولدا هذا محال لان الله سبحانه وتعالى ليس بذي اجزاء لان, ذو لأن ذا الاجزاء يحتاج الى اجزائه والله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجه. فمثل عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام، ومثل عزير، ومثل الاصنام التي كانوا يزعمون انها بنات الله. هؤلاء مخلوقون لله، عيسى عليه السلام مخلوق لله. عبد مقرب. عزير مخلوق لله الاصنام هذه احجار خلقها الله سبحانه وتعالى المشركون اتخذوا هذه الاحجار الهه وزعموا انها بنات لله عز وجل وفخر عيسى ان يكون عبدا لله هسه اذا واحد يجي يقول مرادنا من البنوه البنوه المعنويه. نقول البنوه المعنويه ليست هي بنوه حقيقيه. مضافا الى ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى ان يتخذ ابنا. وعيسى وغير عيسى يفتخرون بان يكونوا عبيدا لله، كفى بي فخرا ان تكون لي ربا وان اكون لك عبدا. هذا عز لي ان اكون لك عبد وفخر لي ان تكون ربا لي فاذا الصفات ممتنعه على الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى وكذلك الصفات الزائده على الذات يعني علم الله سبحانه وتعالى ليس زائدا على ذاته، ليس مغايرا لذاته الصفات الذاتيه هي عين ذات الله لا مغايره بينها وبينه يعني احنا مثلا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا علمنا زائد على ذاتنا ولدنا بلا علم ثم الله سبحانه وتعالى حيث جعل لنا السمع والابصار والافئده هذه طرق لتلقي المعلومات بالتدريج تعلمنا درسنا سمعنا طالعنا فكرنا حصلنا بعض المعلومات ويمكن الإنسان ينسى بعض هذه المعلومات أو في الكبر مثلا يصاب بأمراض كالزايمر مثلا فينسى كل شيء هو لم يتغير الذات من يوم أن ولد إلى أن يوم يموت ولكن صفة تغيرت صفة زائدة على الذات. أما الله سبحانه وتعالى فصفاته الذاتية عين ذاته لا اثنينية بينها وقد فصلنا فيما مضى البرهان على ذلك لأنه لو كانت الصفة غير ذاته لاحتاج إلى تلك الصفة. نحن الآن نحتاج إلى الصفات التي نمتلكها من العلم من القدرة نحتاج إليها. إذا علم الله، قدرة الله، حياة الله هذه كانت مغايرة لذاته معنى ذلك انه الذات تكون محتاجة وفي مرحلة الذات تكون فاقدة لهذه الأوصاف وكل ذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فلذا الإمام يقول: الممتنعة من الصفات ذاته وجر الممتنعة باعتبار الحرف حرف الإضافة الحمد لله الملهمة وفاطرهم الدالة لأن هذه صفة لله ولله مجرور بحرف الجر فلذا الممتنعة من الصفات ذاته ومن الأبصار رؤيته أيضا يمتنع على الأبصار أن ترى الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة لا تدركه الابصار مستحيل وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير واما قوله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فهذه ايه متشابهه يجب ارجاعها الى الايه المحكمه الى ربها ناظره يعني الى رحمه ربها منتظره لماذا لا تدركه الابصار لماذا يا موسى لن تراني بنفي التعبيد لاستحاله رؤيه الله لماذا لان الرؤيه ما هي ما هي الرؤيه شنو هي الرؤيه معنى ذلك ان النور يصطدم بجسم لا يخترق ذلك الجسم يصطدم بجسم فيرجع حينما يرجع العين جهاز الباصره تلتقط هذه الامواج الضوئيه فتتبدل الى امواج عبر الاعصاب تنتقل الى منطقه الرؤيه في المخ فالانسان يرى الاشياء هذا يستلزم الجهه يعني لازم الشيء اللي تشوفه يكون في جهه مقابلك وهذا مكان والله سبحانه وتعالى هو خالق المكان وليس في مكان. هذا يستلم يستلزم اصطدام النور. ومستحيل ان المخلوق يصطدم بالخالق. ويستلزم الحد. والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود. فإذا رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة لا نتمكن ان نراها. زين. البعض مثل الأشاعرة قالوا لا نراه بالعين وإنما نراه بالقلب نقول الرؤية بالقلب ما هي؟ إذا المقصود بالرؤية القلبية المعرفة يعني نعرف بوجود الله سبحانه وتعالى فهذا هو العلم وليس الرؤية الحقيقية أما إذا يقولون أن القلب يقوم مقام العين يعني يلتقط الامواج الضوئيه وينقلها الى الدماغ فبعد ذلك نرى فهذا ايضا يستلزم المحاذير التي ذكرناها بالرؤيه البصريه من الجهه ومن الحد ومن اصطدام المخلوق بالخالق وما الى ذلك. فاذا الله سبحانه وتعالى يتعالى عن ان نراه بابصارنا ومن الابصار رؤيته. يعني الممتنع من الابصار رؤيته ومن الاوهام الاحاطه به انت الان تخيل كل ما تتخيله في ذهنك هذا ليس هو الله ولا يكون متطابقا اذا جاز التعبير مع الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لانه سبحانه ليس كمثله شيء. انت هاي القوه الخياليه التصور اللي تتصوره هذا ذهنك يخلق لك صوره هذه الصوره امر ممكن مخلوق فلا يمكن ان تتطابق مع الخالق وان تكون شبيهه للخالق لانه ليس كمثله شيء. احنا الان مثلا يقولون لنا فلان أنا ما شايفة لحد الآن لم أره لحد الآن أتصور في ذهني صورة هذه الصورة الذهنية التي في ذهني قد تتطابق مع الواقع وقد لا تتطابق فنقول أن الصورة التي رسمتها في ذهني هذه الصورة طابقت هذا الشخص أو لم تطابقه إحنا كثير من الأحيان عندنا تصورات عن بعض الأشياء التي لم نرها فلما نرى تلك الاشياء ندرك ان الصوره متطابقه او كانت خاطئه. بعد ذلك الخيال في الانسان كلما توسع يبقى محدود. والله سبحانه وتعالى لا محدود. فلا يمكن ان يكون المحدود صوره من اللامحدود. فاذا لا يمكن ان نحيط بالله سبحانه وتعالى علما كما في الايه الشريفه الايه الشريفه في سوره طه ولا يحيطون به علما نحن عقلنا يدلنا على وجود الله ويدلنا على ان الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال الصفات الذاتيه التي هي عين ذاته لكن حقيقة ذات الله حقيقة صفات الله وحتى صفات الفعل لا يمكن لنا ان ندرك الحقيقة او حسب تعبير احد العلماء احنا علمنا بالله سبحانه وتعالى علمنا محدود نعم نعلم ان الله موجود نعلم انه عالم انه قادر انه حي لكن شنو معنى وجود الله سبحانه وتعالى؟ المقدار الذي ندرك منه انه ليس بمعدوم، اما حقيقه ذلك الوجود لا نعلم به. نعلم بان الله عالم. شنو معنى علم الله سبحانه وتعالى؟ المقدار الذي نحن ندركه انه ليس بجاهل، لكن حقيقه العلم غير معلومه لنا. وهكذا سائر صفات الذات. ومن الاوهام الاحاطه به. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين جانباً آخر ويقول: لا أمد لكونه، ولا غاية لبقائه. المخلوقات لها بداية ولها نهاية. لها بداية يعني لم تكن ثم كانت. بعض الأشياء بدايتها في زمان سحيق هذه المنظومه الشمسيه مثلا كما يقول علماء الفلك من قبل 4 مليارات سنه وهذا الكون من قبل 11 او 12 مليار سنه بعض الاشياء مثل وجودنا احنا في عالم الدنيا له امد قريب قبل 20 سنه 30 سنه 70 سنه 100 سنه هذا الانسان ولد على هذه البسيطة المخلوقات لها نهاية قد تكون نهاية بعيدة لكن لها نهاية يعني المنظومة الشمسية كما ذكرنا بدايتها حسب ما يقولون قبل أربع مليارات سنة ونهايتها هم بعد أربع مليارات سنة يقولون الشمس ينتهي تنتهي الطاقة التي فيها وبنهاية الطاقة في الشمس المنظومة الشمس الشمسية بما فيها الأرض تنتهي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت مثلا لها نهاية بعيدة أو نهاية قريبة نحن بعد أيام نموت إذا واحد يموت اليوم واحد يموت بعد بيت سنة بالنتيجة النهاية قريبة لكن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية لا بداية له لأنه لا خالق له بل هو خالق الأشياء وقد ذكرنا بأن ضرورة العقل يدل على وجود شيء قديم لا بداية له لأن أن يتحقق الأشياء أو توجد الأشياء صدفة هذا محال فلا بد من وجود شيء قديم لا بداية له والله سبحانه وتعالى لا نهاية له لأن وجوده ضروري إذا صار وجوده ضروري يستحيل عليه العدم أو ما يعبرون عنه المتكلمون بواجب الوجود. العدم يستحيل عليه. أما نحن لا يستحيل علينا العدم، لذلك نموت. الله سبحانه وتعالى إذا أحيانا في يوم القيامة وسيحيينا. بعد ذلك يدخل أهل الجنة في الجنة ويدخل أهل النار في النار. صحيح هم فيها خالدون. لكن خلودهم باراده من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى دائما يفي يفيض الوجود على اهل الجنه. ويفيض الوجود على اهل النار ايضا. فالله هو الاخر باعتبار ان نهايته مستحيله، لا نهايه له. ولكن نحن يمكن ان ينتهي وجودنا الا اذا شاء الله استمرار ذلك الوجود. فاذا استمر وجودنا في الجنه او في النار فهي بمشيئه من الله سبحانه وتعالى. لذا الامام يقول لا امد لكونه الامد مده الزمان. والله سبحانه وتعالى يتعالى عن الزمان لانه هو خالق الزمان. شنو هو الزمان؟ العلم الحديث يقول الزمان هو وليد الحركه. يعني الارض تتحرك حول نفسها وتتحرك حول الشمس حسب علم الفلك الجديد او ما كان يزعم القدماء من ان الشمس تدور حول الارض هذه الحركه تولد الزمان لذا الحركه اذا كانت سريعه الزمان يكون سريعا واذا الحركه كانت بطيئه الزمان يكون بطيئا ولذا يقولون بان الزمان يختلف في الكواكب والنجوم المختلفه حسب سرعه او بطء الحركه فالزمان وليد الحركة الحركة وليدة المتحرك المتحركات كلها مخلوقات لله سبحانه وتعالى فالزمان تبعا لها مخلوق لله سبحانه وتعالى فالله يستحيل أن يكون في الزمان لأن المخلوق لا يحيط بالخالق الله سبحانه وتعالى كان موجود قبل أن توجد الأشياء قبل أن توجد حركة قبل أن يوجد زمان وبعد أن ينتهي كل شيء وتنتهي كل حركة وتنتهي الوجودات، الله سبحانه وتعالى موجود. فالزمان مخلوق له، فالزمان لا يحيط بالله سبحانه وتعالى. هذا لا امد لكونه، يعني لا بداية له، ولا غاية لبقائه. تقول انه مثلا فالزمان ينتهي عند ذلك الزمان، كلا لأن وجوده واجب، وجوده ضروري، فيستحيل عليه العدم. ثم بعد ذلك الإمام يقول: لا تشم لا تشمله المشاعر المشاعر جمع مشعر يعني الحواس الظاهريه والحواس الباطنيه انت تشعر بالاشياء يعني تدركها سواء بحواسك الظاهريه انت تدرك النور مثلا تشعر به تشعر بالحراره عبر الحاسه اللامسه مثلا وايضا قد يكون بالقوه الادراك الباطني تشعر مثلا بحدوث مصيبه لا ترى مظهرا لا تسمع شيئا لكن هذا الشعور باطني بحسب قوه الادراك الباطنيه للانسان هل مشاعر الانسان يمكن ان تحيط بالله سبحانه وتعالى كلا لان هذه المشاعر محدوده والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود إضافة إلى الجهات الأخرى التي ذكرناها في أول هذا البحث. ولا تحجبه الحجب. الله سبحانه وتعالى هل بيننا وبينه حجاب؟ كلا لا حجاب بيننا وبين الله إلا حجب من أنفسنا. نضرب مثال حتى الكلام يتضح. إذا واحد في العراء الارض المنبسطه لا يوجد سقف ولا جدار يمنع. الشمس طلعت. هل بينه وبين الشمس حاجب؟ كلا ليس بينه وبين الشمس حاجب، فيرى الشمس. زين هذا الانسان اذا كان اعمى لا يرى. هل هناك حاجب بين الشمس وبين هذا الانسان غير عدم قدرته على الرؤيه؟ الحاجب من نفسه هو ما يقدر يشوف هو لا يتمكن من الرؤيه لا ان هناك في الواقع حاجب بين هذه الشمس وبين هذا الانسان الله سبحانه وتعالى لا حجاب بينه وبين الخلق الا حجب من انفسهم ولذلك لا يمكن لنا ان نشعر بالله سبحانه وتعالى، ليش؟ لنقصنا لوجود حجب في انفسنا، نفس امكاننا انت ممكن محدود، هو هذا حجاب يمنعك من ادراك الغير المتناهي الواجب الوجود حجاب من نفسنا فلذا يعبرون وحسب الاحاديث والادعيه ان الحجب منا قد تكون هذه حجب من الذنوب من الجهل يمكن الانسان يزيل بعض هذه الحجب فكلما ازال حجابا من هذه الحجب يتقرب الى الله سبحانه وتعالى اكثر لكن هل يمكن له ان يزيل امكانه؟ ما يمكن يعني احنا هل يمكن ان نصبح الهه؟ هل يمكن ان نصبح ضروري الوجود واجب الوجود؟ كلا نبقى مخلوقين نبقى ممكنين كل واحد منا ممكن الوجود وليس واجب الوجود هذا حجاب ذاتي لنا لا يمكن ان ينفصل عن ذواتنا فقرنا الى الله سبحانه وتعالى واحتياجنا وامكاننا هذا لا يمكن ان ينفصل عنا فلذلك هذا الحجاب سبب ان لا ندرك حقيقه ذات الله سبحانه وتعالى لا ندرك كنه صفات الله الذاتيه بل صفات الفعل لله سبحانه، لا ندركها. نعم نعلم بوجودها كما ذكرنا. لكن لا ندرك حقيقتها بسبب هذا الحجاب الذي موجود بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى. نمثل مثالا خطيب على المنبر يذكر مطالب يفهمها الحضور. اذا طفل صغير عمره سنه واحده هذا لا يفهم ما يقوله الخطيب، لماذا لا يفهم ما يقوله الخطيب؟ هل الخطيب كلامه ناقص؟ كلامه غير مفهوم؟ لا يفصح عن مراده؟ كلا، الخطيب قد يكون منطيقا ويتمكن من افهام الحضور باحسن وجه. هذا الطفل الصغير لماذا لا يفهم لقصوره لانه قاصر لا يفهم لا لان الكلام ليس بمفهم نعم هذا القصور في الطفل الرضيع الطفل الصغير يمكن يتغير بمرور الزمان يكبر فعقله يكبر معه استيعابه يكبر علمه يكبر وبعد ذلك يلتفت إلى كلام الخطيب يعني إذا سمع شريط تلك الخطابة التي ألقاها الخطيب وهو في عمر السنة الواحدة إذا سمع ذلك الشريط وهو في عمر الثلاثين مثلا يلتفت إلى الكلام كاملا لماذا اليوم الأول ما كان يفتهم وهو عمر سنة والآن يفتهم لأن ذاك الوقت كان حجاب وحجاب من ذاته بكبره هذا الحجاب زال لكن امكان الانسان غير قابل للزوال. الامكان ذاتي للممكن. فلذلك هذا الحجاب بيننا وبين الرب يبقى دائما لذلك لا ندرك حقيقه ذات الله سبحانه وتعالى ولا حقيقه صفاته. نعم بعض الحجب يمكن ان نزيلها بسبب الطاعات والابتعاد عن المعاصي وبالمعرفه. لذا الامام يقول والحجاب بينه وبين خلقه خلقه اياهم، خلقه اياهم يعني هم ممكنات مخلوقات المخلوق لا يمكن ان يحيط بالخالق لان الخالق غير محدود والممكن محدود. واما قوله تعالى في القران: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سوره المطففين. فالمراد ممنوعون عن رحمه الله سبحانه وتعالى. وليس المراد ما يقوله المجسمه بمعنى انهم لا يرون الرب سبحانه وتعالى. ذكرنا ان المؤمنين ايضا لا يرون الرب. لعدم امكان رؤيته، لانه يتعالى عن ذلك، لانه لا تدركه الابصار، لانه لن تراني. فعن ربهم محجوبون يعني عن رحمه ربهم محجوبون لا عن رؤيته كما يزعم المجسمه لا تحجبه الحجب والحجاب بينه وبين خلقه خلقه اياهم ثم بعد ذلك الامام يشرح هذا الكلام لامتناعه مما يمكن في ذواتهم نحن وجودنا الفقر الاحتياج أنتم الفقراء إلى الله ولأن وجودي ذاتيه الفقر ذاتيه الاحتياج هذا يسبب أن أكون محدود ولأني محدود لا أتمكن من الإحاطة باللا محدود لذا الآية قالت ولا يحيطون به علمًا لا يمكن أن تحيط به علما أن تعلم حقيقته أن تعلم كنهه لامتناعه مما يمكن في ذواتهم يعني الفقر الموجود في ذواتهم ولإمكانٍ مما يمتنع منه يعني إمكان ذواتهم الله يمتنع عليه الإمكان والمخلوقات هي ممكنة بالذات فالله واجب بالذات وهي ممكنه بالذات، الله غير متناهي هي متناهيه، الله الغني المطلق هي الفقر المطلق، فيستحيل ان تحيط بذات الله سبحانه وتعالى. هذا مقطع من هذه الخطبه الشريفه واما المقاطع الاخرى فنتركها الى حلقات قادمه باذن الله تعالى. هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.